لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة العرب اللندنية، إيران تلوح بورقة تعويضات الحرب في وجه العبادي. في الشرق الأوسط، مطالبات إيران بتعويضات الحرب تسبب استياء في العراق. في العربي الجديد، العراق، المالكي والنجيفي يقودان صفقة العودة للحكومة والبرلمان. في صحيفة الزمان، التركمان يلوحون بمقاضاة مزوري الانتخابات في كركوك. في الخليج الإماراتية، الاحتلال الصهيوني يستهدف مسيرة بحرية تطالب بكسر الحصار. في صحيفة الحياة، أردوغان يرفض الرضوخ لأمريكا، سنحبط محاولة انقلاب اقتصادية. وفي المستقبل اللبناني ظريف، الإجراءات الأوروبية بخصوص الاتفاق النووي لم تترجم على الأرض. السلام عليكم. الكتلة البرلمانية الأكبر في العراق هم من هموم السياسيين ودول الجوار حصرا، أما العراقيون فهمومهم شيء آخر مختلف تماما. فاتح عبد السلام يقول في الزمان: إن الكتلة الأكبر موضوع قديم، سبق أن استنزف وقت البلاد في الدورات السابقة، ولم يسفر إلا عن هذه الحصيلة من الخراب الكبير للبلاد والعباد. الكتلة الأكبر كتلة مطاطية لزيجة متغيرة، كل ساعة تتشكل بالشائعات تارة وبالضغوط الدولية تارة أخرى والألعاب الحزبية تارة ثالثة، وجميع ذلك من الممكن أن يقبل بمروره الشعب إذا كان هناك سياسي واحد، شخصاً أو جهة أو جماعة تقدر على انتشال العراق من مآزق الفساد والإرهاب. وبعد ذلك يكون حديث الخدمات والحياة الكريمة أمراً قابلاً للتحقيق ومقبولاً من الناس. الكتلة الأكبر مهما كانت فهي أصغر من الشعب، ليس لأن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة مثيرة للسخرية المرة، ولكن لأن الكتل الأكبر التي تشكلت في السنوات السابقة وانبثقت عنها حكومات كانت من عينات الفساد الأكثر نتانة، وأن الوعود المبذولة الآن هي وعود بينية يتداولها حزب مع آخر، في حين لا توجد مواثيق قاطعة بين الكتلة الأكبر الموعودة والشعب العراقي الذي يهدر صوته بقوة في جنوب البلاد بعد أن جرى تلويث صوته في الشمال والغرب بلوثة الإرهاب المقتحم لثلث العراق. الكاتب يرى أن الكتلة الأكبر هي الشعب، هي هذا التراب المشبع بدماء الشهداء، فلا أحد يتوهم أنه يستطيع أن يحمل صفة الكتلة الأكبر من دون هذا المعنى العميق لقدسية العراق. الكتلة الأكبر منابعها اليوم هناك من عمق جنوب العراق الباسل. لا يمكن المشهد العراقي أن يكون أكثر سوريالية مما هو عليه اليوم، فلا يمكن تصور خروج مواطن عراقي للقول إن الموقف من العقوبات الأمريكية على إيران سوف يحدد مصير حكومته، فهو لا يجيد ما يجيده السياسيون وبعض رجال الدين والإعلام في التنكيل بالعراق والإمعان في إذلاله. مشرق عباس يقول في صحيفة الحياة: إن الموقف المقترح الذي يمكن أن يعبر عنه أي مرشح لرئاسة الحكومة لا يكفي لأن يكون التعاطف مع الشعب الإيراني ورفض العقوبات، بل الأمر يحتاج إلى تعهد الانتحار حفاظاً على حسن الجوار. الغريب أن أحداً لم يعد يتحدث عن أزمات الخدمات والعجز الإداري والفساد كمعايير للحكومة المقبلة، حتى أن مقتل متظاهرين أبرياء في ساحة الاعتصام في البصرة ليس انتحاراً لأي حكومة، فالانتحار الوحيد الشرعي المفضي مباشرة إلى كرسي الحكم هو الزج بالعراق في مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.
لا يخجل السياسيون العراقيون من ترديد عبارة إن العباد انتحر سياسياً عندما قرر الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع أنه قال موضحاً أو متراجعاً تحت الضغوط إن العراق ملتزم عدم التداول مع إيران بعملة الدولار فقط، وإن هذا الالتزام ليس جديداً بل يمتد إلى شهور سابقة. لم يعد حتى لورقة التوت الشهيرة التي حرص الجميع على عدم التفريط بها معنى. فصحيفة إيرانية تصف بصلافة وعنهجية رئيس الوزراء الذي يعد رمزا سياديا للعراق بأنه قزم خاضع للأمريكان. وممثل المرشد الإيراني من قلب النجف يقول إن العبادي شخص منهزم، كما أن 28 نائبا وصلوا البرلمان تحت عباءة العبادي يستعدون لمغادرة تلك العباءة قبل أن تمزقها الرياح الإيرانية. ويختتم الكاتب بالقول إنه حقا مشهد سوريالي، لكنه واقعي حد المهزلة، ويكشف بعمق فداحة الأزمة السياسية العراقية التي تبدأ أولا من فهم الأشخاص العاملين في السياسة للحدود بين المصالح الشخصية والالتزامات الوطنية التي يتحملون عبئها أمام الشعب العراقي وأمام التاريخ. توحي الهجمة السياسية والإعلامية التي يتعرض لها رئيس الحكومة حيدر العبادي والمصحوبة بامتناع طهران عن استقباله بحراجة الموقف والموقع العراقيين، لكنها توحي أيضا بتوفر فرصة لا يجوز إهمالها. فالعبادي الذي صرح بأنه سيلتزم بالعقوبات على إيران خفف موقفه بحيث يقتصر على عدم التعامل بالدولار مع طهران. حازم صاغية يرى في صحيفة الاتحاد الإماراتية أن موقف العبادي يصطدم بوقائع ومصالح تراكمت منذ 2003، لا سيما منذ الانسحاب الأمريكي الذي وضع العراق تحت رحمة إيران بوصفها اللاعب الأوحد. هنا كانت تتلاقى إرادتان فاعلتان، الأولى إيرانية تعمل على ملء الفراغات التي يخلفها الاحتجاب الغربي خصوصاً الأمريكي، وتسعى انطلاقاً من العراق إلى التحكم بمدى جغرافي إمبراطوري يصل إلى اليمن وإلى قطاع غزة، على أن تغدو لطهران الكلمة الفاصل في أوضاع بضعة بلدان عربية. أما الإرادة الثانية فتعود إلى بعض القوى الشيعية العراقية التي حظيت دوماً برعاية إيران ودعمها، فهذه الأخيرة وعلى رأسها رئيس الحكومة السابق نور المالكي وقوات الحشد الشعبي آثرت منذ البداية أن تقدم العراق هدية على طبق من ذهب لإيران. وكان لتلاقي هاتين الإرادتين الديناميتين أن أسس شبكة هائلة من المصالح والولاءات المعطلة للدولة العراقية ولحسن اشتغالها. ومؤخراً بلغت سيرورة الانهيار محطة متقدمة على ما تدل الاحتجاجات والتحركات الشعبية ضد الفساد وأزمة نقص الماء والكهرباء المستفحلة، والتي سبقتها مواقف مقتدى الصدر التي حلت كتلته في صدارة التمثيل البرلماني في العراق. في موازاة ذلك كانت حرجة الموقف تكتسب صوراً وأشكالاً شتى، فلم يتردد المحتجون في تسمية إيران والمطالبة بالتحرر من نفوذها ونفوذ التابعين لها. وبحسب الكاتب فإن الظروف الاقتصادية بالغة السوء معطوفة على النزاعات المتفاقمة داخل الجماعة الحاكمة وتصاعد الاتهامات بين أطرافها تشجع كلها على الإقدام وانتزاع حرية العراق من براثن طهران. ذاك أن خسارة العراق مقدمة حتمية لنهاية المشروع الإقليمي والإمبراطوري الذي ترعاه إيران. تستمر انتفاضة العراق التي بدأت في الشهر الماضي وتتطور في مختلف مدن الجنوب لتتوسع فيها نقاط الاحتجاجات في الضواحي وأنحاء المدن، وتنظم الاعتصامات الليلية في أماكن عديدة. ولا السامراء تقول في صحيفة العربية الجديد إن الأهم أن الإصرار في مواجهة المنطقة الخضراء واسترداد حقوق الشعب قد حل محل المطالب الخدمية ووضعها جانباً ليطالب برحيل ساسة المنطقة الخضراء وبرلمانها، وليصبح المطلب الأول والأخير هو استرداد العراق من براثن من جاء بعد 2003. هذا التطور النوعي في انتفاضة شباب العراق نقلة تاريخية في مسار الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ 15 عاماً،
فقد نقل المواجهة الشعبية مباشرة مع رجال المنطقة الخضراء. ليس ذلك فحسب، فهذه الانتفاضة قد حققت نجاحات مهمة لم تصل إليها سابقاتها، منها كسر حاجز الخوف تماماً المتمثل بما تسمى في العراق بالخطوط الحمراء من المرجعية وممثليها والأحزاب الإسلامية. ليس فقط حزب الدعوة صاحب أكبر رصيد من الفساد والفاسدين والمسؤولية الكبيرة فيما وصل إليه حال البلاد والعباد منذ 2003، بل وصل الغضب والسخط إلى التيار الصدري ومعه كتلة سائرون. الخط الأحمر التالي الذي سقط سقوطاً مروعاً هو إيران، وكل مشروعها في هتاف إيران برة برة، بغداد تبقى حرة. أسقطت التظاهرات في بضعة أيام صرح إيران الذي بنته صحيفة اطلاعات وحرسها الثوري وإعلامها وقنواتها الإعلامية ومكاتبها التي تبث سموم الفتنة والطائفية بمعية أدواتها المنتشرة في العراق بأشكال متنوعة وفعالة منذ دخول الغزاة. من رحم معاناة أبناء شعب العراق خرجت كل هذه الأصوات المقهورة والغاضبة والهادرة ترفض العراق الأمريكي الإيراني وتبعاته الكارثية. الكاتب يشير إلى أنه بهذه العزيمة ترفض الانتفاضة بشكل قوي المعارضة الوطنية للاحتلال وتلتحق بالمقاومة الأم التي بزغت مبكراً ضد الاحتلال والتي لم يتصور أحد خروجها بعد معاناة الشعب العراقي المريرة تحت الحصار. هذه الانتفاضة هي أخت انتفاضات المحافظات الغربية التي خرجت ضد الظلم والتعسف والقهر والقتل والطائفية وبيع الوطن. كلاهما انتفاضتان تسيران في خط المقاومة العراقية الوطنية لتحرير العراق وتخليصه من الاحتلال واستعادة سيادته. توقف صحيفة لوموند الفرنسية عند العودة الجديدة لتنظيم الدولة إلى العراق بعد 9 أشهر من إعلان الانتصار العسكري عليه في كانون الأول عام 2017. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أنه لا يكاد يمر أسبوع من دون أن يشهد البلد هجوماً ضد المدنيين أو عناصر من قوات الأمن. الصحيفة أوضحت أن مسلحي تنظيم الدولة يزرعون من جديد الرعب والارتباك بين السكان في البلدات والقرى القريبة من مدينة الطارمية، ويستهدفون المدنيين وقوات الأمن ويختبئون في البساتين الكثيفة والمنازل المعزولة حيث يمكنهم إعادة تركيب خلاياهم. وتبعت الصحيفة بالقول أن مسلحي تنظيم الدولة يتحركون في المنطقة عبر خلايا سرية صغيرة من دون إظهار أي شيء يوحي بانتمائهم إلى التنظيم، ويأخذون الفدية من بعض المواطنين، مكررين سيناريو حرب العصابات التي انتهجه تنظيم القاعدة في العراق عام 2010، حيث استمر المسلحون لفترة في ممارسة نفوذهم على مناطق معينة دون السيطرة عليها، وينفذون هجمات ضد المدنيين. ولفتت الصحيفة إلى أن تنظيم الدولة أعاد هيكلة تنظيم صفوفه عبر فرعين مستقلين، الأول موجود في حزام بغداد وتكريت والجزء الغربي من الموصل وتل عفر، أما الفرع الثاني فيتشكل من الفلول أو البقايا، وتعرفهم قوات الأمن العراقية وينشطون في جبال حمرين ومنطقة سامراء باتجاه الجنوب، فضلاً عن المناطق الصحراوية حول البعاج والأنبار في الغرب على طول الحدود مع سوريا. الصحيفة ترى أن قرار الحكومة العراقية بمنع عودة النازحين والمهجرين إلى هذه القرى والبلدات في ظل دوافع أمنية أو طائفية سيساهم في تفاقم المشكلة ويترك المجال مفتوحا لعناصر التنظيم للعودة إلى تلك المناطق. رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تركيا عززت من شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ منحته سبباً آخر للاعتزاز وهو يقف أمام قوة عظمى. الصحيفة نقلت عن نائب رئيس الوزراء السابق والنائب المعارض حالياً في البرلمان التركي عبد اللطيف سينير قوله إن الشعب التركي بأكمله يعتقد أن سبب الأزمة الاقتصادية هو هجوم ترامب على تركيا، وهذا يقوي أردوغان. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الاقتصاديين يعتقدون أن سبب الأزمة التي ضربت الليرة التركية يعود إلى إجراءات اقتصادية خاطئة سلكتها تركيا، إلا أن أردوغان استغل مهاراته السياسية وشعبيته الكبيرة ونجح في تحويل الأزمة إلى نصر سياسي، ملقياً اللوم على أمريكا والغرب.
وزعمت الصحيفة أن أردوغان يستغل الأزمة لاستعادة أمجاد الماضي التاريخية والدينية ويذكر الشعب بما كان تتعرض له الإمبراطورية العثمانية من هجمات، معتبراً أن ما يقوم به هو والشعب إنما هو كفاح وطني مماثل لحرب الاستقلال ضد القوى الاستعمارية قبل أكثر من قرن، مذكرة بأحد خطاباته التي قال فيها إن الغرب لا يستطيع تحمل تركيا متقدمة في ظل حكمه، لذا نحن بحاجة إلى الحفاظ على موقفنا السياسي لأن هذا الهجوم الاقتصادي لا يرتبط بحالنا الاقتصادي وإنما هناك نوايا أخرى وراء ذلك. الصحيفة نقلت عن الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أسلي أيدن تاسبا قوله إن أردوغان سيتهم أمريكا بالتسبب بالضرر الاقتصادي الذي لحق بالعملة التركية، وبالتأكيد سوف يستخدم ذلك من أجل رفع شعبيته ورصيده السياسي، لا سيما أن تعليقات ترامب على تويتر كانت مستفزة للشعب التركي. ابتكر طلاب مكسيكيون معطفاً قادراً على حماية من يرتديه من الهجمات، ويمكن لأكمامه إصدار صدمات كهربائية تردع أي شخص يحاول التشبث به بحسب ما نشرته صحيفة الخليج الإماراتية. وقال الطلاب إنهم توصلوا إلى الفكرة في ضوء ارتفاع عدد الاعتداءات، وأضافوا أن صدمات الكهربائية منخفضة بما يكفي لعدم تصنيفها كسلاح، لكنها قوية بما يكفي أيضاً لردع أي مهاجم محتمل. وطور النموذج الأول الذي أطلق عليه اسم Women of Rival على يد 4 طلاب من معهد مونتيري للتكنولوجيا والتعليم العالي في ولاية بوبيلا، حيث توصلوا إلى فكرة المعطف في إطار مشروع لريادة الأعمال. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.